USS Channel Maroc. Ceci est une démo. صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية. تسلمت قواتنا المسلحة الملكية المغربية نحو 70 مدفعية حديثة من مدافع AA-109 AA-5 من الولايات المتحدة الأمريكية. أجدر الإشارة إلى أن المغرب كانت تزودت بنحو 15 مدفع ذاتي الحركة من طراز AA-110 AA-1 وAA-2 في صفقة عقدها المغرب مع أمريكا. I'm holding hands, hands only.